السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب، حلقة مليئة بالمواد الإعلامية. اليوم بالتأكيد أهمها سيكون اجتماع الجمعية العمومية الأول في تاريخ الكرة السعودية، جمعية عمومية منتخبة. كثير من المواضيع رصدناها بكاميرتين خاصة في برنامج الملعب تواجدت هناك في كواليس الاجتماع، ويعني حاولت قدر المستطاع تغطية كل ما جاء في هذا الاجتماع. لدينا كل التفاصيل سنطلعكم عليها، هذا بالتأكيد أهم في الموضوع، بالإضافة إلى لقاء خاص اليوم حصري مع السيد برودوم المدرب القضية في الدوري السعودي. ولكن قبل كل شيء العناوين. في اجتماع الجمعية العمومية تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي، وتسعة أعضاء يطالبون بالتغيير الكامل. إقرار الانتخابات في نهاية ديسمبر، وعيد ينفي تهديد الفيفا. خلف الكواليس وأمام الكاميرا أعضاء يباركون لأحمد عيد بالرئاسة. انطلاق معسكر الأخضر في الأحساء. خمسة أندية فقط تحصل على ترخيص، والاتحاد مهدد. مدرب الشباب في حوار حصري: أحب تواجدي في المدرجات، والتوقفات في الدوري غريبة. برودوم: أنا مدرب عالمي وصحفيون صغار يتدخلون في عملي. فريق الرياضية يختار لاعبا من نجران نجما للجولة التاسعة. جماهير الوحدة تطالب برحيل علي داود. هذه العناوين ومنها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو رئيس تحرير صحيفة الجماهير الإلكترونية الزميل توفيق الخليفة. مساء الخير أبو نايف، أهلا وسهلا فيك. مساء عليك بالخير وعلى مشاهدينا الكرام. من جدة يلتحق بنا من هناك ضيفنا الآخر مدير الكرة في نادي الوحدة الوحداوي العريق الزميل محمد الفايد. مساء الخير محمد وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير أبو تركي لك والزميل توفيق، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. شكرا لك محمد وأهلا بك من جديد. تقرير يتحدث عن المنتخب الأول، انطلق اليوم منتخب معسكر المنتخب الأول في الأحساء استعدادا لمباراة الودية أمام الكونغو. محمد العتيبي تواجد في استقبال اللاعبين حين توافدهم إلى مقر المعسكر ووفانا بهذا التقرير. الحمد لله يعني مباراة أظنها في الفيفا دي، وإن شاء الله نفوز فيها عشان نتقدم شوي بس في الترتيب حق المنتخبات. لا أكيد إنها تفيد، قبل لعبنا مع الجابون ومع إسبانيا وفي أيام الفيفا، هي بتفيدك في الاحتكاك وبتفيدك في الترتيب في بين المنتخبات، فلها فائدة كبيرة. نعتبرها هدية من المنتخب أو الاتحاد السعودي لكرة القدم، إهداء هدية وجود المنتخب في الأحساء، تشجيع لأبنائنا وتشجيع لجمهورنا في الأحساء. نحن في مكتب رعاية الشباب والأخوة الرياضيين وأندية الأحساء، طبعا هذه الزيارة تعتبر لنا شيء كبير واستعدينا لها استعداد، وحيتشوفوا إن شاء الله خلال المباريات القادمة أو مباراة المنتخب مع المنتخب تشوفون الجمهور. والرياضة في الأحساء دليل تطورها ووصول فريقين الفتح والهجر في دوري زين وتفوقهم في المستويات، هذا دليل أنه هناك رياضة تنتعش في الأحساء. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أشكرك على المقدمة اللي قلتها.
طبعا اكيد ليش شرف لكل لاعب سعودي مثل الوطن، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه هذه، وان شاء الله ان نستفيد من المعسكر هذا، ونكون هدفنا ان شاء الله الفوز في مباراه الكونغو ان شاء الله. شرف كبير اني انضم للمنتخب السعودي، ان شاء الله اني احاول اقدم شيء كبير للمنتخب السعودي ان شاء الله يا رب. الشغل اللي قاعد نصير مو عشان نرجع للتصنيف، احنا قاعدين ناسس منتخب عندنا مشاركات مهمه في دوره الخليج، في تصفيات كاس اسيا. التصنيف هذا يعني ناتج سنوات قديمه، مو بالسنه الاخيره، ممكن السنوات الاخيره ما كنا نلعب ايام فيفا، فمن الطبيعي انك تتاخر. ولو كنا نبحث عن التصنيف ما كنا لعبنا مع منتخب زي اسبانيا يعني، ولا احنا نلعب مع الارجنتين. احنا قاعدين ناسس منتخب ان شاء الله لما تجي المشاركات الرسميه المدرب عنده فكره انه يكون هناك في منتخب مستقبل يعني، من عناصر صغيره بالعناصر الخبره. فاحنا نبحث عن المحصله الاخيره من هذا الشغل. بالنسبه للتصنيف يعني اذا كان تحسن تصنيفنا احنا شيء يعني طيب، لكن ما نفكر في التصنيف قدر ما نفكر في تاسيس منتخب فعلا يكون مستقبل الكره السعوديه، او اعاده الكره السعوديه لقفازها الاول. شكرا لزميل محمد العتيبي. سريعا توفيق، لن نطيل في الموضوع، تحدثنا طويلا، لكن الى اي مدى نستطيع ان نتحدث عن فائده من هذه المباريات؟ المباراه بالمناسبه بعد اذنك يوم الاحد 14/10 الاحد القادم، وبكره بيبدون اول التدريب. نوعيه المباريات هذه انا ايدها طبعا، وهي جيده للمنتخب، جيده للشباب الجديد، ايضا اختيارهم لمنطقه الاحساء كان ممتاز جدا. المشكله ليست في هذه المباراه، المشكله في المباراه ما بعدها، مباراه الارجنتين. انا اعتقد انهم سيكررون الخطا اللي حدث مع اسبانيا، والإحباط اللي حدث حتى للشارع الرياضي السعودي، وكمية التندر التي حدثت المنتخب السعودي في أوروبا من الصحافة الأوروبية. أنا مع إقامة المباريات، ولكن ألا يعني ما نشطح فيها. الكونغو، الأردن، منتخب مصر الشقيق، المنتخبات اللي أعلى منا ولكن ليست بفارق كبير يعني. لكن فرق في أسبانيا كانت هي أول مباراة، الحين لعبنا مباراتين قبل، في الكونغو بعدها الثالثة، وبعدين نلعب مع الأرجنتين، أعتقد الموقف مختلف ربما. لا ما هي يعني كان وجهة اعتراض الناس في ذلك اليوم أنه مش أول مباراة، لو خليتها الثانية الثالثة ممكن. حتى لو الثانية الثالثة يعني إحنا نتكلم على مستوى المنتخب السعودي، مستوى أو مستوى اللاعب السعودي، يعني حتى لا نظلم المنتخب، لأن المنتخب هو نتاج الأندية واللاعبين. مستوى اللاعب السعودي أنا أعتقد أنه أقل بكثير من اقل بكثير كثير كثير من هذه المنتخبات. انا مع اقامه المباريات، ولكن بالتدرج، يعني نبدا بالكونغو، نبدا بالمنتخب الاردن الشقيق، منتخب مصر الشقيق، المنتخبات اللي افضل منك في كره القدم، المنتخب التونسي اللي افضل منك بكره القدم، وايضا تعطيك الفائده المرجوه. اما اني العب على اساس اني احسن التصنيف المنتخب السعودي، انا اعتقد من الخطا في هذه المرحلة أن نلتفت إلى 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 التصنيف الآن. هو ما قال كذا على فكرة خالد، هو قال إنه مش أحد اللاعبين قالها. من يعني أنت تظلم اللاعب السعودي، وتظلم سمعة الرياضة السعودية حينما تجعله في هذا الوقت بالذات بهذا المستوى بالذات يلعب مع المنتخبات الكبيرة جدا. لكن مو صحيح إن المنتخب نتاج الأندية، مع احترام لهذه المقولة الشائعة، لأن الأندية السعودية ثلاثة منها وصلت للدور الثمانية، واثنين في دوري أبطال آسيا في القارة الأكبر. بس الأندية السعودية تستطيع أنها يلعب فيها 40% أجانب، المنتخب لا يعني لا تستطيع أنك تلعب فيها 40% أجانب، يعني لا نغفل دور اللاعب الأجنبي في يعني مثلا الأهلي، دور فيكتور ودكتور وعماد الحوسني وبالمين وبالاتحاد دي سوزا واللاعبين الاجانب، ايضا ليست في كل مره. ما تتاهل الانديه برايك انت؟ صعب؟ لا صعب، انا يعني اذا تجيني على اللاعب السعودي، اللاعب السعودي اكبر مقلب يعني احنا اقتنعنا فيه بفضل الاعلام والمبالغ الخياليه المبالغ فيها. طيب خليني اسال، اخذ راي محمد وهو احد العاملين في الانديه، محمد الفايز مدير الكره في نادي الوحده.
محمد، الآن الآراء تعود مرة أخرى لتختلف ما بين مؤيد ومعارض لإقامة هذه المباريات، أو على الأقل ما بين مؤيد ومعارض لاختيار بعض المنتخبات مثل ما قال توفيق نلعب على قدنا، يعني تتفق معه في هذا الكلام؟ والله الحقيقة اللعب مع أو اختيار المباريات هذه أتصور أنه يعني يجب أن يكون دقيق، ولكن أنا أيضا مع إقامة مثل هالمباريات لأنه هي السبيل الوحيد لتطوير المستوى وارتفاع الأداء، لأنه يعني أنا لما أستفيد يعني أنا ما أرى فائدة حينما ألعب مع فريق يعني قدي يعني أو في مستواي، لكن لما أبحث عن المستوى الأفضل هو يعني قد يكون يعني أنت تحقق الفائدة المرجوة بصرف النظر عن النتائج. أنت الآن الهدف هو يعني إنشاء أو تأسيس منتخب قوي، فبالتالي لابد أن يرى أن تكون احتكاكاته قوية مع أندية عريقة أو منتخبات عريقة، نعم، يعني تقوي عوده وترفع مستواه أو يستفيد منها الاستفادة الجيدة والمناسبة. طيب اليوم أصدرت لجنة تراخيص الأندية، وهي اللجنة المختصة بتراخيص الأندية، أعلنت طبعا اليوم عن قرارها بمنح التراخيص لكل من الأندية كما نتابع على الشاشة، الشباب والأهلي والفيصلي والفتح هذول حصلوا على ترخيص. الموافقة على منح الترخيص نادي الاتفاق مع الالتزام باستكمال المعيار القانوني حتى تاريخ 7/11، الموافقة على منح التراخيص لكل من النصر والاتحاد والرائد مع الالتزام باستكمال المعيار المالي حتى تاريخ 31/12، عدم الموافقة على منح الترخيص لنادي نجران والتعاون وذلك لعدم استيفاء المعايير الأساسية. إذن خمسة أندية فقط تحصل على التصريح الترخيص، وأندية أخرى هناك اشتراطات لمنحها ومدة معينة لذلك. على الهاتف أرحب بالأستاذ طارق التويجري مدير اللجنة، لجنة تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين. مساء الخير أستاذ طارق. مساك الله بالخير، يا هلا والله وتركي، الله يحييك، أنا سعيد حقيقي أتواجد معكم. حياك الله أبو صالح، تحياتي لك وشكرا على المداخلة. أسألك أولا عن هذه التراخيص التي منحت والتي لم تمنح والتي لن تمنح، هناك حديث تعرف أنه يدور في الشارع بأنها تراخيص صورية، بمعنى أنه فقط أوراق نقدمها للاتحاد الآسيوي عشان يسكت عنا وبالتالي نقدر نشارك في دوري أبطال آسيا من أراد، من يرشح للمشاركة. كيف ترد على هذه الصورة النمطية الموجودة عند بعض الجماهير؟ هو طبعا شوف، يمكن الصورة هذه لأنه عدم إلمام كامل حقيقة للمشروع، أنا أعتبره مشروع حقيقي بكل صراحة، ولأنه تعرف هذا حدث بالنسبة لنا جديد وحدث تنظيمي كبير وتطويري بكل ما تحمل الكلمة من معنى. النظام التراخيص انطلق 2004 في الاتحاد الأوروبي عبر الاتحادات والزام الاتحادات المحلية في أوروبا بأنه كل الأندية يجب أن تطبق هذا النظام أو تلتزم ببرنامج التراخيص والحصول عليه للالتحاق أو الحق مشاركة في المسابقات الأوروبية. بعد ذلك طبعا تدرج البرنامج أو مشروع حتى أصبحت بعض الدول، يعني أصبحت جل الدول الآن في أوروبا تطبقها حتى في يعني في الدوريات المحلية التابعة لها. الترخيص طبعا أو نظام الترخيص هو يهدف بكل صراحة إلى مساعدة الأندية والارتقاء فيها بالعمل الإداري والمنظومة الإدارية تتطور، وحتى في قضية الـ يكون المنتج الفني أيضا يكون هناك رعاية كاملة فيه ومحسنات من هذا القبيل. أيضا إلى تقليل الـ مستوى الجودة بين إدارات الأندية، يعني تقليص هذا الأمر مهم جدا، يعني ما يكون عندي نادي متميز في العمل التنظيمي والمالي والقانوني والإداري والبنى التحتية ونادي أقل بكثير جدا، فهذا يحدث اختلال خلل كبير، يعني حتى المميز يتأثر بالغير منظم حقيقة. فهي بكل صراحة طبعا مشروع حقيقي ومشروع جاد، مشروع تطويري الآن أصبح الإلزام هذا من قبل الاتحاد الآسيوي، لأنه نعرف الاتحاد الآسيوي يتلقى التجارب المفيدة من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي هو يعتبر مصدر الأنظمة الحديثة، عمم على جميع الاتحادات المحلية في أنحاء القارة الآسيوية. إحنا اليوم كنا سمعنا برضو المزامنة مع الاتحاد الإماراتي يعني وأعطى وسمى الأندية المرخص لها خمس أندية، الاتحاد القطري سبقنا تقريبا قبل
اسبوعين تقريبا، وسمى جميع الانديه اللي في الدوري القطري كلها مرخصه. هناك خمسه معايير اخوي ابو تركي طبعا، اللي هو المعيار الرياضي والبنى التحتيه والمعيار الاداري والمعيار القانوني والمعيار المالي. صحيح. فكل معيار حقيقه في كتيبين طبعا تحصر هذه المعايير وكيف تطبيقهم على ارض الواقع. يعني احنا نتكلم على مستوى يعني يعني تنظيمي، وفي وبشكل اخر ايضا على مستوى الواقع. يعني هناك في جمله من التغييرات حقيقه لمسها من يزور النادي قبل وبعد. طيب هذا اللي بسالك عنه ابو صالح، يعني معناها انها ليست، يعني خلينا اقول مش هي صورية، ولكن أبداً ممكن تكون اشياء على، يعني اعطيك مثل، يعني مثلا ممكن يكون عندي اربع مكاتب، كل مكتب مثلا يعني في الشركه عندي اربع مكاتب، كل مكتب مخصص لاداره معينه وكذا، وممكن يكون في مكتب واحد يؤدي نفس العمل. هذا اللي انا اقصده، انه في شيء على ارض الواقع، ولا هي مجرد تنظيمات على الورق، يعني تنظيم اداري لا اقل ولا اكثر، مش على الواقع، ما حنشاهدها احنا كمتابعين. لا لا بالعكس، هو في تخصص، في طبعا يعني مثلا اعطيك احد مثلا فقط المتطلبات ما يخص الجانب الاداري، وهو مثلا او الجانب الرياضي، هو ايجاد هو مثلا تكثيف البرامج التطويريه للناشئين والشباب. هذا اصبح الزاما، يجب ان يكون هناك خطه مكتوبه لمده 3 سنوات قادمه لكل نادي ان يعلن ما هي خطته خلال 3 سنوات هذه. طبعا يكون هناك شخص مفرغ او فني متفرغ ويحمل شهاده اي في مخصص فقط في تطوير برامج الشباب. وطبعا ممكن يكون عنده، يعني ممكن يكون هو مدرب شباب او مدرب اخر او مدرب الفريق الاولمبي. ايضا وزعت الفئات العمريه بحيث هناك اربع فرق، يعني مثلا تحت 21 سنه، تحت 16 سنه، وهكذا. ايضا المرافق التابعه لهذه الناشئين والشباب، المرافق التدريبيه، المرافق الصحيه، وهكذا طبعا. بالنسبه للتوظيف وبالنسبه للعقود، يجب ان تكون العقود موثقه بشكل صحيح. طيب من حقوق الجوانب، نعم فضل. هذه اللي قلتها ابو صالح كلها موجوده في الانديه اللي منحتوها الشباب والهلال الفيصلي. احنا اشتغلنا على فكره سنه كامله تقريبا اخوان في اداره التراخيص، اشتغلت يمكن قبل ما نجي احنا بست شهور تقريبا للتواصل مع الانديه وتثقيفهم ويعني مساعدتهم في تلقي هذه البرامج. يعني اول ما جت البرامج هذه تقريبا واستقبلوها الانديه، كان هناك صعوبه حقيقه في يعني في تقبلها بالبدايه، لانه كانت امور صعبه جدا للتغيير. طيب. ولكن تعرف يعني كانوا الاداره حقيقه تعمل جنبا الى جنب مع الانديه لعمل يعني نماذج تطويريه موحده، وبالتالي يعني افضل القياسات الموجوده في الاتحاد الاسيوي وتطبيقها طبعا في الانديه. واحنا الان لنا 6 شهور كلجنه، طبعا يعني ما كان ممكن ناخذ هالفتره هي الطويله جدا لولا انه هناك فعلا صعوبات على الارض، واستطعنا ولله الحمد مع الانديه وبتكاتفهم وتفهمهم على مستوى الادارات العليا انهم يتفهمون هذا المشروع انه يكون حقيقي وجاد وليس فقط صوري، وانما يعني فقط يعني نبلغ الاتحاد الاسيوي انه والله عندنا انديه مترخصه، بينما لا يكون هناك تطبيق جاد فيها في أرض. جميل. يعني اللي ما راح يكون عنده ترخيص اعتبارا من السنه القادمه لن يشارك. نعم، احنا نشارك في دوري ابطال اسيا. يعني الترخيص هذا ملزم من الاتحاد الاسيوي المشاركه في مسابقاته. الانديه اللي الان سميت بالنسبه للانديه السعوديه هي يعني معروفه، اللي هو الشباب والاهلي والهلال والاتفاق. نعم. اللي يشاركون فيها في مسابقات 2013. نعم. فبالتالي هي الانديه اللي ملزمه تماما عليها الترخيص ان تكون حاصل على التراخيص. يعني الاتفاق مهدد يعني. شوف لا انا ترى على فكره انا ما اتفق معك في بدايه الحديث حقيقه، وحتى في انه هناك 5 انديه. احنا الان من يقرا اللائحه احنا رخصنا للتسع انديه، ولكن في اشتراطات. يعني بالنسبه للخمس انديه الان، الشباب والهلال والفيصل والاهلي والفتح، هذا طبعا استوفى كل جميع المعايير. طيب. الان بالنسبه للاتفاق عنده جانب المعيار القانوني، اعطي فرصه لمده شهر، بعد الشهر هذا تجتمع اللجنه وتنظر اذا تم استيفائه، فبالتالي يرفع هذا الاشتراط وانت خلاص يكمل. اذا لم يتم استيفائه تنظر اللجنه، تعقد اللجنه اجتماع وتنظر بحسب الصلاحيات المتاحه لها في تحديد العقوبه او تحديد الطريقه في قضيه اتخاذ القرار القادم. ايضا هذا ينسحب الكلام على النصر والاتحاد والرائد. طبعا انا ما اقدر اتكلم اكثر من كذا لانه في اشياء اكيد انه احنا نعرف بالضبط القرارات مبدئيا ايش اللي حيصير، ايش اللي حيصير من هذا النادي وهذا النادي وهذا النادي بحسب كل المخالفات او الملاحظات. ولكن زي ما قلت لك هذه ليس فيها بت اطلاقا انه والله هذا النادي غير منصور، راح من القديم. نعم تفضل. طيب ابو صالح، احنا ما نقدر نعرف وش المعايير اللي يتكلم عنها؟
يعني اقصد ليش قانوني وش المالي وش اقصد يعني ليش الاتحاد مثلا اتفاق وش المشكله عنده بالتحديد ما نقدر نتكلم يعني في هالموضوع. احنا اول شيء احنا يجب ان نفهم شيء واحد انه برنامج التراخيص يعني بكل صراحه يدخل يتغلغل في النادي الى ما شاء ما شاء الله. نعم. يعني يتغلغل في اوراق النادي ويعني وفي كل تفاصيل التفاصيل، وبالتالي احنا نتكلم عن فتح النادي وابواب مشرعه تماما للكشف عن كل الاشياء. هذه طبعا كانت يعني هذه كانت معروفه لدى الاتحاد الاسيوي او المشرع بكل صراحه، وبالتالي حرص المشرع تحريص كامل على اساس انه الانديه تتساعد ويكون هناك فعلا يعني تضافر بين اللجنه او بين الاضلاع الثلاثه المهتمه في قضيه المشروع نجاح المشروع وبين الانديه اللي هي في الاخير هي الاساس لرفع مستواها، ان يكون هناك ارتياح تام. وبالتالي انا لما ادخل في 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 هذا المشروع كمصرح طبعا مانح التصريح يجب اني احافظ على السريه التامه. طيب. وهذه طبعا ما نصت عليها اللائحه بكل صراحه. طيب طبعا من حق انه يعني الاعلام يعرف انه والله احنا نتكلم عن الجانب المالي او الجانب القانوني. طيب. وهكذا. طبعا. طيب يعني اخيرا بس الوحده والشعلة ليه ما ذكرتوهم في البيان؟ الوحده الشعلة لانهم فريقين لسه صاعدين، احنا زي ما قلت لك اياها المشروع بدا معنا من سنه كامله تقريبا. طيب. وبالتالي صعودهم المتاخر يعني ادى الى صعوبه كامله، مع انه طبعا الفرصه كانت متاحه بالنسبه لهم ولكن لم يتقدموا. طيب شاكرين لك. انا الفت شيء واحد اخير. تفضل. تركي اللي هو ان التصريح سيبدا فعاليته او سريان مفعوله اللي حيكون من 1/1/2013 حتى انتهاء السنه الميلاديه القادمه 2013 يعني 31/12/2013. وبالتالي سيبدا التصريح يعني ساري المفعول من اول شهر يناير باذن الله. كل سنه حيتجدد يعني؟ هو طبعا كل سنه التصريح فقط يعني ساري لمده سنه كامله، وبعدين وبالتالي ينتهي بعد انتهاء السنه ويبدا النادي يجب ان يتقدم من جديد في استكمال بالتقدم بطلب، وبالتالي تبدا مرحله التدقيق والمراقبه واستقبال الطلبات من هذا القبيل. شاكرين لك ابو صالح على تواجدك معنا. شكرا لك استاذ طارق التويجري مدير لجنه تراخيص الانديه في رابطه الدوري المحترفين. توفيق، تتوقع انه يعني ممكن نستفيد من هذه التراخيص؟ اولا يعني لابد الاشاده بالمجهود اللي قام فيه الاستاذ طارق المهندس طارق التويجري. نعم. ابو صالح والفريق العمل اللي معاه، ليس بالسهل الاصدار التصريح في يعني بهذه الفتره. هناك استفادة، لكن المشكلة مشكلة الرياضة السعودية لا ترينا بعض الجوانب الإيجابية. يعني نحن نهمل الأهم ونركز على يعني على الأشياء يعني اللهم اللي تفرض علينا من الاتحاد الآسيوي. عموما هي خطوة إن شاء الله للأمام. طيب سأذهب إلى محمد الفايز. محمد، أنتم في الوحدة ما أدري إذا كان عندك معلومات عن هذا الترخيص، وهل يستطيع نادي مثل الوحدة أن يوفر المتطلبات أو صعب جدا الوصول لهالمرحلة؟ لا أعتقد أنه يعني الترخيص هذا شيء مطلوب من الاتحاد الآسيوي، وبالتالي يعني الحرص عليه من قبل الأندية يعني أكيد هو له فوائد ولو يعني متطلبات ولو أهدافه. بالتالي فإحنا لو اهتمينا بمثل هالبرامج أكيد حيكون لها يعني حيكون لها مردود إيجابي على الأندية. لكن بالنسبة لسؤالك من الوحدة هل هي مستعدة للتقدم، أعتقد أنه قبل أسبوع زمان تقريبا كان عندنا لجنة من الاتحاد الآسيوي وأعتقد أنهم تناولوا هذا الموضوع، وما ما ما عندي خلفية كاملة عن هذا الموضوع حقيقة. نعم. طيب عموما ردوا المدرب القضية الذي بالتأكيد هو المدربين الذين ينفعلون دائما في المباريات استبعد أكثر من مرة إلى المدرجات. قال اليوم في حديث خاص مع الزميل راشد القعود بأنه يستمتع أو على الأقل أن تواجده في المدرجات أصبح أمر جيد، لأنه ينظر للمباريات من أعلى، وبالتالي يستطيع أن يحلل المباريات بشكل أفضل من وجوده على الدكة. ثم أيضا يستغرب من بعض الصحفيين الصغار في السن على حد قوله، ويقول كيف لهؤلاء أن يسألونني في أمور فنية بحتة وهم ليس لديهم خبرة وأنا مدرب عالمي ولدي شهادات عالمية في هذا المجال. حديث خاص للمدرب القضية برودوم مع راشد البعود.
سكو جو بونس سي كو لما يكون توقف أيام الفيفا لما تلعب منتخبات مباريات ودية أو إعدادية أو تجريبية أو مباريات حتى رسمية أنا شيء طبيعي. هذه أشياء أعتقد أنها أشياء طبيعية لأن هذه متداولة في كل دول العالم. بس لما يكون توقف مثلا للمباريات للأسيوية مثل الأندية أو توقف لإعداد أو معسكر إعدادي هذا اللي أعتقد مو طبيعي. Qu'on me comprenne bien, c'est. عشان ما تفهموني تفهموني غلط أنا ما ضد الأندية اللي تشارك في الأسيوية وهذا شيء طبيعي وهذا من صالح حتى الكرة السعودية وأتمنى التوفيق للأندية السعودية اللي تشارك في الأسيوية. بس أوروبا مثلا لما فريق يلعب مثلا اللي هي الشامبيونز ليج الأوروبية يلعب مثلا في الأربعاء أو الثلاثاء ويلعب مباراة الدوري في نهاية الأسبوع عشان مو على حساب أندية ثانية تكون توقف على حساب أندية ثانية. Par exemple, ça n'a rien à voir avec une victoire ou une défaite. مو عشان ميشيل برودوم يتنرفز على إذا كان إذا فاز فريقه أو انهزم فريق شباب هذا غير صحيح. مثلا أعطيك مثلا يعني مباراة اللي لعبها نادي الشباب مع 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 منافس نادي الهلال انهزمنا 3-0 وما ما ما نفع ما ما تفع ما انفعلت أو ما تنرفزت خلال المباراة. يعني في أشياء في أسباب اللي تخلي ميشيل برودوم مثلا تحكيمية أو أخطاء تحكيمية هي اللي تخلي ميشيل برودوم يتنرفز. إذا يمكن إذا فرق إذا الحكم مثلا أو الاتحاد السعودي مثلا وقف المباراة يمكن هو الاتحاد السعودي يمكن من جهة كان شيء إيجابي بالنسبة لي وخدمني فيها أنا من المدرج يعني أحل المباراة بشيء بطريقة جيدة لأن حتى مساعدي دائما موجود في البنج وأنا من فوق يعني أحل المباراة بطريقة جيدة ويمكن من تحت في البنج أو في دكة البدلاء ما أشوف أشياء كثيرة اللي أشوفها فوق المدرج. يمكن هذه فكرة في المستقبل حيكون ميشيل برودو يمكن يشوف المباريات من المدرج يكون بطريقة أفضل وأحسن. أعتقد أنا من ضمن المدربين اللي أتوا للدوري السعودي ولو أتوا للمملكة من ضمن المدربين اللي حصلوا على ألقاب في أوروبا مثلا أو حصلوا على حتى ألقاب بالنسبة للتشامبيونز ليج في الأوروبية أو على في الدوريات الأوروبية حصلت على ألقاب وعلى كؤوس ويجيك بعض الأحيان صحفي يعني صغير السن وما عنده خبرة ويبغى يسألك في أسئلة يمكن اللي تتدخل في العمل يعني هذا شيء غريب. tout ce qui a à faire qu'au bord du terrain parce qu'au bord du terrain parfois on voit pas toujours très bien. شكرا للزميل راشد القعود. ابو نايف برودوم حتى في تصريحاته يبدو يعني ايضا مختلف. اللي بتكلم عنه في مساله الشق الاخير اللي يخصنا احنا كصحفيين، ما تتفق معاه انه احيانا في بعض الاسئله في المؤتمر الصحفي يعني يكون فيها ربما احيانا سطحيه واحيانا فيها مثلا مثل ما قال تدخل مباشر في العمل، ولا هو قاعد يعني يبالغ شوي؟ لا انا اتفق معه طبعا. يعني حتى في اوروبا لا تجد في المؤتمرات الصحفيه احد يناقش المدرب ليش استبدلت فلان وليش نزلت فلان وليش لعبت كذا. يعني في يعني بعد المباراه وش بسال اجل كيف بسال عن المباراه؟ تسال عن اجواء المباراه وعن كيف تحققت النتيجه وكيف خسرت وكيف يعني لا تدعه يشرح لك بس انت يعني ما تناقشه. هذا في يعني هذا الطبيعي. لكن انا بتكلم على برودوم يعني على الغرور اللي هو فيه وهذا يمكن هذا ممكن يفسر لنا النرفزة وهو يرى نفسه أكبر من الدوري السعودي حتى قالها رئيس نادي الشباب أنه أكبر من الكرة السعودية وهذا خطأ. يعني نادي الشباب أساسا حقق مع هكتور بطولتين وما حقق إلا مع برودون بطولة واحدة. هذا أولا. ثانيا توه جاي أبو نايف هو السنة الثانية هذه السنة الثانية ما يخالف طيب. بس يعني إيش يعني النظرة الفوقية هذه تحسسك أنه محقق يعني بطولة يحسس أنك أنه هو يعني نادي الشباب يعني نادي زاخر بالنجوم يعني برودوم أو غير برودوم نادي الشباب سيحقق إن شاء الله بطولات وقادر على تحقيق البطولات. أنا أقصد النظرة الفوقية هذه وأيضا ربما تشجيع من إدارة نادي الشباب أنه يجب عليه يتعود على التحكيم أكبر من المستوى الكرة السعودية. يعني أنا لا أتفق معهم بهذا الجانب. برودوم من أول ما جاء هو مشاكل مع الإعلام مشاكل في داخل الملعب مشاكل مع الحكام
يعني اتمنى ان يعني ان تقف اداره الشباب موقف الحازم الحزم معه، بس انه مدرب، هو ياتي بس انه مدرب، مدرب يعني جيد، ولكنه يعني ليس كما يصور او كما هو صور نفسه لنا او كما اداره الشباب تصوره بالنسبه لنا. هو مدرب جيد يعني، فقط مدير فني جيد، لكنه ليس يعني الوحيد بالعالم يعني. طيب ما هو جريتس يعني مثلا، معليش جريتس افضل برايك؟ انا ارى انه جريتس افضل بمراحل، ولكن انه ربما نادي الشباب يرون انه 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 هو الافضل، وكل اللي ينام على الجنب اللي يريحه. طيب هو يفكر يقول اني اتابع المباريات اصير بعدين مدرجات اكمل يعني. هي لا شك انه مشاهده المباريات من مدرجات تعطي حكم اكثر وافضل. طيب يعني عموما سادة بلا محمد، وهو يعني ايضا قريب من المدربين، ما رايك في سيد برودوم محمد الفايز؟ وهذه يعني هناك من يقول انه مثل هذا المدرب اذا كان يعني يقدم حضور جيد يعني نغفر له مثل هذه الانفعالات وما تؤثر على ارض الواقع، كيف تقيم الموقف انت؟ والله زي ما تفضلت يا ابو تركي، يعني برودوم غني عن التعريف، مدرب كبير ولاعب دولي كبير، وطبعا لكل شيخ طريقه على ما يقولوا، ولكن يعني يمكن انفلات اعصاب او المدرب برودوم احيانا وخروجه عن النص وخروجه كذا بطرق يعني يمكن يراها البعض في استفزازية يعني. طيب لهذه الدرجة، ولكن يظل واحد من الأسماء المدربين الكبار اللي طبعا أكيد الكرة السعودية حتستفيد منهم. طيب محمد أسألك عن التوقفات، وذكر في الحديث بصفتك أيضا تعمل في النادي، يقول أن التوقف من أجل أيام الفيفا هذا أمر طبيعي، لكن التوقف من أجل دوري أبطال آسيا وأي بطولة أخرى فهذا أمر يعني غير طبيعي، يجب أن لا يتوقف الدوري، يستمر في اللعب. تؤيده في هذا الكلام؟ أي والله هذا أكيد يعني مؤثر على عطاءات اللاعبين على الدوري وعلى الكرة السعودية بصفة عامة. ويمكن برمجة الـ أيام الفيفا يعني برمجتها ومعروف وكذا، يمكن سهلت الأمور. لكن البطولة الآسيوية هي اللي أحيانا تجي تسبب المشاكل، الكرة الآسيوية في الشرق هناك تلعب في وقت وإحنا نلعب في وقت، وأحيانا تكون المصلحة لنا وأحيانا تكون علينا، يعني فيها شوية اضطراب في برامج الاتحاد الآسيوي. لكن في الوقت أيام الفيفا واضحة ومعروفة وفي سائدة في العالم كله يعني. طيب سأذهب الآن إلى فاصل، بعده أعود لمتابعة ما دار اليوم في اجتماع الجمعية العمومية بكل التفاصيل، اعتراضات ومطالبات سنعرضها لكم من الأعضاء الحاضرين بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الملعب، ضيوفنا توفيق الخليفه ومحمد الفايز مدير الكره في نادي الوحده، نرحب بهم جميعا. ونعود الى الجمعيه العموميه، حيث عقد اليوم الاجتماع الاول للجمعيه العموميه التاسيسيه لاتحاد الكره السعودي. الجمعيه العموميه جاءت اليوم بحضور 90 او 60 عفوا عضو وغياب 3 أعضاء. اليوم في الاجتماع تم كما أعلن مسبقا مناقشة اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ولائحة الانتخابات وكذلك لجنة الانتخابات إقرارها، والحديث بالتأكيد عن موعد انتخابات اتحاد الكرة الذي سوف يعقد في ديسمبر. سوف نقدم لكم الآن أبرز ما جاء خلال هذا الاجتماع، ثم بعد ذلك نتابع الأحداث التي جاءت. أولا طبعا اليوم كما قلنا حضر 60 عضو من 63 وغاب 3 أعضاء لأسباب مختلفة. تم اليوم خلال الاجتماع تشكيل لجنة سباعية لتعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات. تقرر عقد جمعية ثانية عمومية في 4/11/2012. تقرر إجراء انتخابات اتحاد الكرة السعودي في نهاية ديسمبر القادم. 9 أعضاء كانوا متواجدين اليوم طالبوا بتغيير كامل للنظام الأساسي ولم يتفقوا مع تغيير بعض البنود الموجودة في النظام كما أقر في هذا الاجتماع.
هذا أبرز ما أقر اليوم بعد نهاية الاجتماع. اليوم اللجنة السباعية اللي تم تشكيلها إبراهيم الربدي، خالد المعمر، عبد الله البرقان، عبد الرزاق أبو داود، عدنان المعيبت، صلاح السقا، عبد اللطيف بخاري، هؤلاء هم تم تشكيلهم لتعديل النظام الأساسي، تعديل بعض البنود فيه وليس تعديله كاملا. ولكن في 9 أعضاء اليوم طالبوا بالتعديل الكامل ورفضوا أن يتم، ولم يصوتوا طبعا في مع تعديل بعض البنود، ولكن جاءت الأغلبية ب51 صوت ضد 9 أصوات بالموافقة على تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي أو تعديل بعض البنود فيه. هذه اللجنة حتروح تأخذ الملاحظات من الأعضاء وتدرسها ثم ترفعها في الاجتماع القادم اللي بيكون يوم 4/11 لتعديل بعض اللوائح أو الأنظمة والبنود في النظام. سنتابع الآن حديث جاءت اليوم. أولا ترأس الاجتماع طبعا اليوم الأستاذ أحمد عيد، وتحدث بعد نهاية الاجتماع وقال أنه ما زال يجري تواصل اتصالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. عبد العزيز الحميد وناصر الشيبان تواجدوا كل واحد بكاميرا وما خلوا شيء، كل ما يجب أن يظهر سيظهر إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة. نتابع أولا أحمد عيد. أنا أشكر الإخوان الجمعية العمومية على إقرارهم الجمعية العمومية في المقام الأول واعتماد أسماءها، ثم إقرار النظام الأساسي إقرار مبدئي لوجود بعض الثقرات التي يجب أن تغطى، واعتمد الجميع هذا النظام، ومن ثم شكلت لجنة لدراسة النظام الأساسي أو ما يجب تعديله في النظام الأساسي على أنها تقدم للجمعية العمومية بوقت أقصى 22 من الشهر الحالي، وستعقد الجمعية العمومية الغير عادية في بداية شهر نوفمبر القادم إن شاء الله على اعتماد النظام الأساسي كاملا مع اعتماد لائحة الانتخابات من نفس اللجنة. صار حديث مع الاتحاد الدولي وسيكون هناك حديث قادم غدا إن شاء الله، وسيرفع الاتحاد الدولي جميع الخطوات التي عملت من قبل الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتشكيل اللجان التأسيسية للجمعية العمومية، والاتحاد الدولي متفهم وواثق بأن هذه الخطوات محترمة وخطوات تحت مظلة النظام الأساسي وتحت مظلة أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم. أولا لم يتحدث أحد من الإخوة الأعضاء الجمعية العمومية عن خلل، ولكن هناك ملاحظات على بعض بنود الاتحاد، شكلت هذه اللجنة لهذا الغرض، والجميع مؤمن ومتيقن بأن ما عمل هذا اليوم إنجاز حضاري وفق عليه من قبل الجميع، وإن كان هذا الموافقة حتى اعتمادها نهائيا من الجمعية العمومية، ولكن أنا أعتقد أنه الجميع خرج من هذا الاجتماع راضي كل الرضا عن ما قدم، وأعطى صورة جيدة للتنظيم القادم إن شاء الله للاتحاد العربي السعودي. أولا الاتحاد الدولي لم يرسل أي خطاب تهديدي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم له مكانه، ومن أسس هذا الاتحاد ومن عمل في هذا الاتحاد كانوا رجال لهم حضورهم ولهم تميزهم. وفي آخر اجتماع حضرته للكونغرس في بودابست كان الثناء لا ينقطع عن رجالات الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والوضع الحالي للاتحاد مطمئن من قبل الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي كانت له رغبة في معرفة الخطوات التي تم من خلالها انعقاد الجمعية العمومية هذا اليوم، وهناك تصور كامل لدى الاتحاد الدولي بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بمتابعة صاحب السمو الملك الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية، الرجل الذي أيضا وصله صورة من الخطاب الذي وصلني أنا شخصيا من قبل الاتحاد الدولي. هذا جزء من حديث أحمد عيد. في جزء ثاني بالتأكيد يتكلم فيه أيضا عن مواضيع أخرى جاءت بعد نهاية الاجتماع. أولا الجميع يدرك ويعي أن الاجتماع هذا اليوم
لمصلحة رياضة الوطن ولمصلحة مستقبل رياضة الوطن، ومستقبل رياضة الوطن مشروط باتفاق الجميع على مبادئ وأسس النظام الأساسي. هناك ملاحظات لم تذكر كاملة في هذا الاجتماع، ولكن شكلت هذه اللجنة لدراسة كل المقترحات القادمة لهذا النظام. لم تكن هناك تغييرات جوهرية، ولكنها تغييرات للمصلحة القادمة لتهيئة الجمعية العمومية للانتخابات القادمة التي إن شاء الله ستكون مع نهاية العام الميلادي الحالي. أنا لا أتحدث عن المؤهلات، المؤهلات هذه موجودة في أنظمة وقوانين الأندية. يجب أن يكون تكون الجمعية مجلس الإدارة من الكفاءات القادرة على تسيير الاتحاد ونظامه، وأنا أعتقد أنه موضوع الشهادات العلمية أمر حتمي. كل الأعضاء اللي سيرشحوا أنفسهم إن شاء الله لمجلس الإدارة لابد أن تكون لديهم الكفاءة، وأنا على يقين أن الجميع لديه الكفاءة، ولكن من الشروط الأساسية أن يكون هناك تميز في مجلس الإدارة القادم من ناحية الكفاءة العلمية، ومن ناحية الحضور المتميز داخليا وخارجيا، ومن ناحية أيضا القدرة على تطوير الاتحاد للمرحلة القادمة. أنا لا أتحدث الآن في جزئيات، أنا أتحدث بأن العنصر المرشح لمجلس الإدارة لابد أن يكون صاحب كفاءة علمية وصاحب كفاءة وخبرة إدارية، لأن الاتحاد في المرحلة القادمة مقدم على عمل مؤسسي أكبر بكثير عما يتوقع الكثير. ما سمعت أنا أي تعليق خلال المجلس، أحترم كل الآراء اللي دارت في هذا الاجتماع، وتيقنت وتأكدت أن الرياضة السعودية ولله الحمد في أيدي أمينة. كنا نتحدث عن جمعية عمومية ولله الحمد، وأثني على الله كثيرا أن جميع الأخوة الذين قابلتهم هذا اليوم كانوا في محل الثقة وفي محل المسؤولية، وعلى عاتقهم مسؤولية كبيرة، والجميع أجمع على أن المرحلة القادمة إن شاء الله ستشهد تغير جذري في مفهوم رياضة كرة القدم وتطويرها مستقبلا. أستاذ أحمد، هل جميع الأعضاء وقعوا على نهاية الجمعية اليوم؟ المحضر الجمعية؟ طبيعي، جميع الأعضاء اللي حضروا. يعني في أعضاء ذكروا ونافوا أنهم ما وقعوا. أنا لا أتحدث عن أفراد، أنا أتحدث عن جمعية عمومية، عندما تتكلم عن جمعية تتكلم عن أكثر من فرد، فإذا كنا هناك أي أخ من الأخوان في الجمعية العمومية له ملاحظات هذا يرجع له. شكرا للأستاذ أحمد عيد على تجاوبه، وبالتأكيد يعني يتحدث دائما كما عودنا بوضوح. أبو نايف، ايش رايك في الأجواء اليوم؟ احنا بعد شوي عندنا حديث الأصوات المعارضة، اليوم في أصوات مؤيدة وكانوا رافضين مسألة انه فقط يتم تعديل، طالبين تغيير كامل. فإذا احنا حنشوفه بعد شوي وناخذ تعليق كامل، لكن بشكل عام ما تحس انه كذا شيء مبهج يعني؟ أقول لك حاجة يعني اخوي عادل، لا شك ان اليوم يوم تاريخي في الرياضة السعودية، أن تؤسس جمعية عمومية، أن يكون هناك انتخابات، أن يكون صوت للأندية في هذه الجمعية، أن يتم اختيار رئيس الاتحاد، أن يتم اختيار النظام الأساسي للجمعية العمومية وللرياضة السعودية. أنا أعتقد أنه شيء مهم جدا، ويوم تاريخ الرياضة السعودية بلا شك. ولكن أخشى ما أخشى أن يعني يتم التنازل عن حق الانتخابات إلى حق التزكية أو التعيين في رئاسة الاتحاد. يعني إحنا من يوم استقال الأمير نواف بن فيصل تقريبا الوسط الرياضي والقريبين من الرياضة السعودية يعلمون أن أحمد عيد سيستمر أيضا رئيسا للاتحاد. مع جل الاحترام للدكتور أحمد عيد، مع جل الاحترام له، ولكنه هو كان من رجالات الأمير نواف بن فيصل، وكان الأمير نواف بن فيصل يثق فيه كما يثق بباقي العاملين معه. أنا أعتقد أنه أفكار الدكتور أحمد عيد استهلكت، نحتاج إلى طاقات جديدة، نحتاج إلى أسماء جديدة تقود الرياضة السعودية حتى لو من خارج المنظومة الحالية، وإن كانوا وضعوا شروط ربما تفصيلها لا يدي إلا على شخصية أو ثلاثة. خلينا أقول لك شغلة، الحين رئيس الاتحاد يكون من خارج الوسط، من خارج المنظومة اللي الآن تعمل. يعني تعرف أبو نايف أنه ما أدري الخيارات، ما تلاحظ أنها يعني ما في خيارات كثيرة؟ لا، في خيارات من هنا إلى مكة رايح جاي.
يعني أنت تعتقد بأنه وجود شخص من المنظومة القديمة سيجعل العمل يستمر على ما هو عليه؟ لا أنا إيه هذا ومتأكد من ذلك، ولكن بس أنت ما تتكلم عن وصايا يعني ربما. لا لا يعني بقول لك يعني لو يجي مثلا الأمير عبد الله بن مساعد، تعودنا طيب دائما طيب لو يجي مثلا الأمير عبد الله بن مساعد، لو يجي مثلا منصور بلوي، لو يجي عبد العزيز الدوسري، لو هناك أسماء كثيرة جدا حقيقة. أنا أعتقد أنه يحتاجون يعني احنا في الرياضه نحتاج الى افكارهم ونحتاج الى نقلة بس مو من خارج الوسط هذول، لا يعني انا خارج المنظومة الرسميه الاتحاد ايوه الاتحاد السعودي لكره القدم القديم. نحن نحتاج اسماء خارج هذه المنظومه التي حقيقه بكل امانه وانا اتحمل مسؤوليه كلامي فقدت كثير من الثقه من المتابع الرياضي. طيب الحين في انتخابات في 63 رجال موجودين، إذا صوتوا لحم العيد معناها أن المصلحة العامة يعني ما هذا أقول لك يعني في النهاية معناها أن وجود هذا الرجل صح. شوف أنا قلت إلا إذا كنت تشك في أنه فارضين عليهم على شيء ثاني. ما أنا ما أعلم عن الفرض أو لكن أنا اللي قدامي شيء واحد، واللي أنا قلته بداية حديث شيء واحد ويوم تاريخي، ولكن ما كان هذا أولا. طيب هذا اللي بيصير يعني أنت في النهاية لا إحنا سمعنا أنه التزكية وال لا إلا الآن في موعد انتخابات حيكون في نهاية ديسمبر وفي 63 واحد يمثلون الرياضيين. يجب إعادة صياغة شروط الانتخاب لرئاسة الاتحاد. يعني الآن الشروط الآن موجودة لا تنطبق إلا على شخصين أو ثلاثة، يعني يجب أن تتوسع الدائرة أكثر. إذا أنت تريد يا أخي إذا أنت عندك وظيفة وأنت تريد أن تختار الأفضل لهذه الوظيفة، طبعا أبغى الأفضل وأبغى الصفوة يعني ما أبغى النخبة، ما أبغى أي واحد بعدها. ليش تحجم الاختيارات اللي أمامك إلى شخصين أو ثلاثة؟ لأني أبغى النخبة يا أبو نايف، ما أبغى أي واحد بعدنا. لا كيف النخبة؟ يعني أبغى الشخص اللي يعني في النهاية هذا رئيس اتحاد، يعني ما ينفع أنه في ستة سبعة ينفعون يصير رئيس اتحاد. لا في كل مكان المنصب العالي مو أي واحد يقدر يتحدث. لا 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 غلط. أنا أرى يعني إذا تسمح لي أنا أقول هذا الكلام خطأ، لأنه منصب اتحاد منصب رئيس الاتحاد ترى ما هو وزير خارجية. منصب رئيس الاتحاد لكرة القدم شخص لديه القدرة على وضع ضخ أفكار جديدة كإدارة طيب. إدارية للرياضة السعودية. هناك كثير من الأمثلة عندنا في الوسط الرياضي تستحق أن تأخذ هذا المنصب كثير جدا. طيب يعني أنا مثلا يعني إذا تقولي مثلا والله ما نبغى أمير مثلا، لأن الأمير نواب بن فيصل ما يجينا أمير مثلا أقل منه سنا أو أصغر منه سنا مثلا، يعني نستبعد مثلا بعض الأسماء. هناك كثير من المواطنين اللي لديهم القدرة مثلا، أنا يعني أنا كده قاعد أقول لك الآن يعني بدون مراجعة، ولا هناك أسماء كثيرة جدا، منصور بلوي، عبد العزيز الدوسري، المهندس عبد العزيز العفالق، هناك الأستاذ فهد المطوع، هناك كثير من الأسماء اللي أرى أنا من وجهة نظري أنها تستحق أن طيب. تأخذ هذه الفرصة دون أن يضيق عليها بشروط أنه لازم يكون عضو في الاتحاد الدولي. طيب هو أساسا ما دخل المنظومة هذه من أول، كيف تبغى يكون طيب عموما بنشوف الحديث وبعدين بروح أخذ رأي محمد الفايز حتى نسمع أكثر من رأي، وأخذ رأي محمد الفايز معنا من مكة. الآن نتابع رأي عضو الجمعية العمومية وممثل نادي النصر في الجمعية الأستاذ سلمان القريني. يعني تعتبر هذه لحظة تاريخية لكرة القدم السعودية، عبر من خلالها أعضاء يعني يمثلون مكونات كرة القدم السعودية، يعني جميع مكونات الكرة السعودية. طبعا صارت القرارات طبعا فيه ناس كان مؤيد لها ومعارض، لكن الأغلبية اللي يكون الصوت اللي مشي طبعا أقر النظام الأساسي. الناس يقولون بصفة مبدئية، طبعا أنا لي وجهة نظر خلال لي وجهة نظر وأبديتها في الاجتماع، يعني وكلنا كل اللي كانوا موجودين في الصالة يعني يهدفون لمصلحة الكرة السعودية، وكل اللي يراها من الزاوية اللي يراها. أنا بالنسبة لي كان عندي تحفظ وقلتها في نفس ال تحفظ طبعا تحفظ داخل الجمعية صعب أن الواحد، لكن طبعا انا بالنسبه لي معارض للوائح، ما هي مساله معارضه، هذه يعني طبيعه الاجتماعات اللي مثل هذه طبيعتها كذا، في اخذ هذا والاراء، لكن في خلل يعني انا وجهه نظري لا زلت يعني انا يعني اذا سارت الامور بالصوره يعني فاعتقد ان بدايتنا اتوقع انها بتكون صعبه شوي.
اللوائح تلاحظ فيها خلل انت؟ لا اتكلم يعني كان بالامكان افضل مما كان. كان بالامكان افضل مما كان. انت من البدايه لاحظناك لك بعض الاعتراضات ظهرت قبل بدايه هذا الاجتماع، شاهدنا على المسمى ايضا كان لك وجهه نظر. لا مين لا لان نبغى الامور لانها تحسب على الجمعيه العموميه ان الامور كلها تكون يعني بصوره يعني دقيقه، لان مصدر تشريع الجمعية العمومية هي تعتبر مصدر تشريع، فأي خلل في الخاصة في الأشياء اللي تتعلق بالنظام تأثر على مستقبل العمل، لأنك يعني تبغى تأسس نظام وأنت في مصدر تشريع، إذا ما كانت الأمور يعني مأخوذة على أسس نظامية بتأثر على العمل في المستقبل. طبعا سلمان القريني هو من ضمن حسب معلوماتنا من ضمن 9 أسماء طالبوا بتغيير كامل النظام الأساسي ورفضوا أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه لأنه لا يصلح، وبعضهم وصفه بالنظام الهش ولا يصلح أصلا حتى للتعديل حسب ما وردنا من معلومات ومن الشباب المتواجدين. كان عندنا كاميرتين ومراسلين وأيضا أحد الزملاء في الإعداد. الآن بنشوف رأي فؤاد أنمر وهو أيضا أحد أعضاء الجمعية العمومية. لا طبعا شفنا مع التعديل يعني اي شيء يعني فيه خلل يعني المفروض انه يعدل، وانا اتوقع حتى الاخوان اللي ما صوتوا على التعديل هم كان ما صوتوا على التعديل لان كان الوقت ضيق، فيعني ضيق الوقت على حسب ما ذكر الاستاذ احمد عيد، ويمكن لو تاجلت العموميه اليوم يعني حيكون نوع خلل شوي حتى الاتحاد السعودي والاتحاد المؤقت حيطلع بشكل مو في وجهه نظري غير 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 محبوب. ومن خلال تلفزيونكم احب اشكر صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل الرئيس العام على انه يعني اعطى الضوء الاخضر بالنسبه للانتخابات وايضا الجمعيات، ونتمنى له التوفيق. ايضا اشكر الاستاذ محمد عيد ايضا على اريحيته اليوم، ورغم انا كنت مشاكس معه يعني زي العاده وكنت ناشب لهم بالنسبه للنظام الاساسي، ولكن شكلت لجنه بعد ما وقعنا بعد ما اتفقنا على النظام الاساسي، شكلت لجنه خلال 14 يوم والموجودين فيهم الخير والبركه، خبرات ناس عندي يملكون الخبره الكبيره اللي يقدرون يعدلون في 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 في, في هذه. طرحت مواد التعديل كابتن؟ لا انما تكلمنا، ما حبينا نتكلم في التفاصيل، انا اتوقع انه لو تكلمنا في 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 في, في لو تكلمنا مثلا في 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 الموضوع هذا كان يمكن ما نطلع الحين، كان ممكن نصلي الفجر وتلقانا تلقاك تستنانا عند الباب. لكن انا في وجهه نظري انا كان في موضوعين فهمت كنت مركز عليها وقريتها كويس، لكن في اشياء ايش الموضوعين؟ موضوع نكون صريحين، موضوع الخبرة العشر سنوات وموضوع ايضا الشهادة الجمعية. احنا الحين نبغى مو على المجلس هذا ولا من يرشح نفسه ولا فؤاد نور يرشح نفسه، لا ما نتكلم، احنا نتكلم لو جزنا الموضوع هذا، وانا اتوقع انه باذن الله ان شاء الله يمكن يكون في حل، لكن موضوع 10 سنوات هذا ما اتوقع انه ينحل. ميد وناصر الشيبان ايضا واصلوا الجوله في بعد نهايه الاجتماع وتحدثوا مع عدد من اعضاء الجمعيه العموميه، وهناك اصوات ظهرت سواء في الكواليس وربما بعضها يظهر على الشاشه بالمباركه لاحمد عيد برئاسه الاتحاد السعودي لكره القدم. سنتابع حديث ايضا اخيره من اعضاء الجمعيه العموميه. محور حديثك على الكابتن احمد عيد او الاستاذ احمد عيد هو قامه رياضيه خدمت الوطن، لاعب ومسؤول، وكان حديثه الاخير ذو شجون صراحه لافراد الجمعيه العموميه، فتفاعل مع افراد الجمعيه العموميه وحيوه بتصفيق وحراره.
فممكن تظنون انها يعني هي مبادله مشاعر بيننا وبين الاستاذ احمد عيد، واذا فاز الاستاذ احمد عيد برئاسه الاتحاد السعودي فهو يستاهل، وبالعكس يعني قامه رياضيه ما يستهان فيها الكابتن احمد. والله الى الان الوقت بدري عليه، ولكن ارجع واقول لك ان فاز فهو يستاهل، وانا اول مصوتين لاحمد عيد. طبعا بورك للاستاذ احمد عيد بعد نهايه الجمعيه لقدرته حقيقه في اداره الحوار، في اعطائه الحريه في النقاش للجميع. انا اعتقد انه فعلا الجميع يبارك للاستاذ احمد عيد لقدرته على فعلا قياده، خلينا نقول اول اجتماع تاريخي للجمعيه العموميه الى بر الامام بالرغم من اختلافات وجهه النظر. فنعم نبارك له هذا النجاح، وثق تماما انه لم يكن هذا ليحصل لولا قدره الاستاذ احمد عيد على حقيقه الحوار واعطاء الفرصه. هذا أبرز ما دار اليوم في الجمعية العمومية. أذهب بكل ما تابعنا من توافق واختلاف إلى محمد الفائز في مكة، وكيف تشاهد الصورة بشكل كامل أو عفوا في جدة. تفضل محمد. هو أكيد الموضوع برمته يعني ثقافة الانتخابات وما الانتخابات هذه جديدة على الوسط السعودي، وأكيد حيتخللها عديد من الإشكاليات، يمكن نقول الإشكاليات الصغيرة. أتصور أنه إن شاء الله حنتجاوزها، وأنه الانتخابات هذه يعني لابد أنها تحقق الأهداف المرجوة منها، وهي أيضا مشروطة من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي. وبالتالي أتصور أنه هذا النظام هو اللي قائم في العالم، ولابد أنه إحنا إيش نقتدي بمثل هذه الأنظمة هذه والتعليمات. نعم. يعني بصرف النظر عن خصوصيات اللي يقول لك احنا عندنا خصوصية وما نعرف ايش، يعني نظام الاحتراف دخلوا عليه خصوصيتنا وما خصوصيتنا، ملو ثغرات وملو يعني اشياء يعني احتاروا فيها النقاد انهم يحلوا الموضوع هذا. طيب. فانا اتصور انه لو جاءت اللائحة، تجي اللائحة زي ما هي تنزل وتطبق عندنا بنفس هذا، أصور أنه إن شاء الله الأمور حتمشي بشكل طبيعي وشكل جيد إن شاء الله. جميل. عموما مشهد اليوم بالرغم من كل الإشكاليات اللي حدثت، إن كان حدثت فهو مشهد جميل. تبغى تقول شيء ونايف ولا لا؟ متفق معي أن الصورة حلوة اليوم بغض النظر، يعني اختلاف وتصويت، ويعني في ديمقراطية على ممتاز. بس أنا زي ما أقول لك أعيد مخاوفي، يعني أي في ما لو مقال لي أنه هذا عيد ولدنا في جريدة الوطن ثاني يوم من استقالة الأمير نواف، وأنا خاف يعني أنه يستمر هذا. تخاف؟ طبعا خاف. طيب. يعني أتمنى أن تكون هناك أسماء جديدة. عموما سأذهب إلى فاصل، بعده نعود لنعرف من هو أفضل لاعب في الجولة الأخيرة حسب اختيار فريق الرياضية الفني. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من ملعب، ضيوفنا توفيق الخليفة ومحمد الفائز مدير الكرة في نادي طيب في جدة، مدير الكرة في نادي الوحدة. طيب سنتابع الآن، نعود للجولة الأخيرة التي أقيمت في دوري زي كما عودناكم بعد نهاية كل جولة، عدد من الأهداف التي جاءت وربما أهداف جميلة، وكما عودناكم نتابع أفضل 5 أهداف حسب رأي الزملاء في فريق الإعداد. في التوب 5 للجولة 9 من دوري زين للمحترفين جاء في المرتبة 5 هدف جهاد الحسين في مرمى الأهلي. فيما حصل هدف ناصر الشمراني في النصر على المرتبة 4 من أهداف الجولة.
ومن جاء هدف البرازيلي جونيور من فريق الاتفاق في مرمى هجر محتلا المرتبة الثالثة. وفي المرتبة الثانية جاء هدف لاعب التعاون ثرينوباح بهدفه في مرمى الاتحاد. وأما أفضل هدف لهذه الجولة كان من نصيب لاعب الشعلة الأسانة في مرمى الرائد. متفق مع الترتيب ولا تشوف في ترتيب والله أفضل؟ لا في هدف كنت اتوقع من يعني الاول، لكن تفاجأت انه مش موجود أبداً. هدف الزيلعي في نادي الشباب كان هدف جميل جدا في وليد عبد الله، يعني كنت اتخيل انه ياخذ المركز الاول بس الأول؟ تفاجأت انه تفاجأت انه خارج الخمسة. طيب يعني في النهايه مسألة اذواق، يعني إيه طبعا هذا الموضوع موضوع اذواق في النهايه، يعني مش راي فني على فكره، هو راي المعدين الشباب صح. يعني على حسب رؤيه كل واحد. ايش رايك محمد في الترتيب، تتفق معه ولا تشوف فيه اهداف ربما كانت افضل؟ والله اتفق مع الاستاذ توفيق في هدف الزيلعي. طيب يعني يمكن يكون هو الابرز في الجوله هذه، بس هدف لاعب الشعلة يا اخي تحس انه لاعب هدف اذا كان مقصود فعلا فهو هدف عالمي، لانه حتى تكلموا عنه بعض الصحف الاجنبيه. لا كل تفضل. لا في اهداف سجلت اليوم يعني في الجوله هذه عفوا، اهداف جميله حق التعاون جميل، الزيلعي في حتى هدف ناصر الشمراني، يعني في اهداف جميله حقيقه، لكن الزيلعي المفترض انه يكون ضمن المجموعه هذه الخمسه من ضمن المجموعه. طيب نذهب الى اللاعب الملعب، من هو افضل لاعب في هذه الجوله اليوم؟ اثنين من لاعبين نجران تنافسوا على الأفضلية حسب آراء أعضاء الفريق الفني في السعودية الرياضية، ولكن لاعب يعني تغلب على لاعب آخر فقط بفرق صوت، وهو صوت واحد، وهو لاعب نجران المحترف. من هو؟ نتابع. إذن جهاد الحسين هو أفضل لاعب في هذه الجولة حسب رأي الفريق الفني. اللاعب الآخر المنافس له كان هو حسن الراهب، أيضا هو لاعب نجران. تتفق ولا تختلف المرة؟ أتفق. أنا كل لاعبين يعني كل لاعبين نجران في هذه المباراة أمام الأهلي كانوا نجوم حقيقة، الأبرز منهم جهاد حسين. نعم، وش رأيك محمد؟ كذلك جهاد حسين صحيح. نعم جميل، كويس أنك اتفقت مع جهاد حسين. بس في الأهداف أنا محمد مسوين حزب عليك على فكرة. أنا ما أدري شكلكم متفقين عليه قبل المباراة. عموما سأذهب إلى طالما إحنا نتحدث عن نجران فزميلنا سعيد العمري ومنك على المونتاج يا شباب.
أحمد المصري يقدمون تقرير جميل أيضا عن نجران وعن هذا الفريق اللي يسميه الفريق الشجاع البطل الذي يقدم حضور مميز بالرغم من كل الظروف التي يعانيها. نشأ بعيداً عن الأضواء والشهرة، ورغم كل هذا كان له محبيه وعشاقه مما جعلهم يتباهون ويفتخرون به، ورجال التموا حوله لتوحيد كلمتهم في خدمة رياضتهم بالمنطقة، وحدث ما كان يبحثون عنه عندما حل كضيف جديد يقارع الكبار في دور الأضواء، غير أنه لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في مصاف الكبار، مما جعله يتذيل سلم الترتيب في الدوري ليحضر حقائبه للعودة إلى حيث أتى، إلا أنه بعد أن تمت الموافقة على زيادة عدد فرق الدوري إلى 14 نادي جعلته يتنفس الصعداء، فاستمرت الركض مع أندية الاهتمام الإعلامي كمنافس قوي استطاع من خلاله أن يحرج بعض الفرق نظيرا للمستويات التي يقدمها لاعبو الفريق. نجران يحظى بدعم مادي من أميرها الأمير مشعل بن عبد الله، إضافة إلى التفاف رجالات المنطقة حول أبنائهم وناديهم لدعمهم واستقطاب محترفين مميزين للعلو بمستوى الفريق للمنافسة وتقديم أفضل ما عندهم. وكان محصلته تمثيل المملكة إلى جانب الفيصلي في البطولة الخليجية للأندية 28، والتي تقرر أن تبدأ في شهر نوفمبر القادم كدليل ارتقاء وتطور هذا النادي، رغم قلة الإمكانيات لديهم وكثرة المشاكل التي واجهت بعض لاعبيه وابتعاد أعضاء الشرف، إلا أن ما حدث له لم يضعف من عزيمة لاعبيه، وهذا ما يحكيه لنا هذا الموسم. فبعد استقطاب محترفين أجانب ضوط راز عال أمثال وائل عيان وجهاد حسين، إضافة إلى أسماء محلية كصاحب العبد الله وحسن الراهب، مما زاد ثقة جمهوره ومساندتهم له، ورغم تلقيه خسارة قاسية من الهلال إلا أنه أعاد ترتيب أوراقه ليحقق 3 انتصارات متتالية، ورابعها ليلة الأمس على أرضه وبين محبيه على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، جعلت جماهيره تتغنى بأعذب الكلمات طربا وفرحا بهذا الانتصار. أذهب إلى محمد الفائز، إحنا بعد شوي حنتكلم عن الوحدة، عندنا تقرير خاص إن شاء الله يعني نعرض اليوم وأراء الجماهير الوحدة، بنتكلم عنها شوية في وقت أطول، لكن بأسألك الآن عن نجران، يمكن فريق يمر بنفس الظروف اللي أنتم تمرون فيها وربما أصعب، ومع ذلك يقدم حضور جيد، وش الميزة اللي أنت تشوفها في النجران كمدير كرة ما هي موجودة في بقية الفرق الأخرى اللي في نفس مستواه؟ هو الحقيقة فريق نجران يعني أنا أعتبره مستقر فنيا رغم أنه تغير مدربه، إلا أنه اللاعبين والاستقطابات والانتدابات اللي أقدمت عليها إدارة النادي بالحقيقة يعني ساهمت في تطور الفريق نجران، يعني وجود صاحب العبد الله، وجود يعني أكثر من نجم من النادي الأهلي انتقلوا من الأهلي لنجران ساهموا حقيقة في
قوة الفريق النجراني، بالإضافة إلى أنهم أيضا أحسن الاختيار الأجانب اللي هو جهاد ووائل العياد. نعم. أتصور أنه يعني الفريق النجراني يشتغل عليه بشكل جيد يعني. نعم. توفيق، النجران أحد الفرق اللي ربما يمكن هو نسميه أحد النماذج، إذا كان عندنا الفتح نموذج فالنجران نموذج آخر في الجهة المقابلة. وش شايف الفريق أنت عشان بالرغم من كل ما يعانيه إلا أنه يحضر؟ أول شيء يجب الإشادة بلاعبي نادي نجران وهم يلعبون باسم المنطقة. صحيح. باسم يعني منطقة نجران. ولا شك أنه التعاقدات الجديدة اللي عملها نادي نجران ومدربهم الجديد، الأسماء اللي من منسقي بعض الأندية السعودية، أنا أعتقد أنها ساهمت كثير في رفعة النادي أو في استمرار على المستوى الجيد لنادي نجران. في واحد في مقولة تقول أن القوة تصنع المنتصرين لكن الوفاق يصنع الذين لا يهزمون، تعتقد بأنه في الوفاق اللي موجود الفريق ربما هو اللي قاعد. أتفق معك، أتفق معك. في أجواء مختلفة بين اللاعبين حقيقة اللي تابعهم تحس أنهم كانوا هم يلعبون باسم المنطقة، منطقة نجران، يعني حتى لحمتهم بينهم بين جماهيرهم بينهم بين أهلهم شيء جميل جدا، وأنا يعني أتمنى لهم التوفيق. وأنا كنت عاتب على إدارة نجران في قضية مدربهم السابق مع نادي التعاون، يعني أنت ما يعني ما تبغى استغنيت عنه خلاص يعني خليه انتهت هي بشكل جيد في النهاية. لا هي ربما فقط يعني تصفية حسابات بين مش تصفية حسابات بس ربما رواسب مشكلة سابقة بين نجران والتعاون، لكن النهاية كانت مثالية أعتقد إن شاء الله. طيب سأذهب إلى تقرير آخر عن الوحدة ومعنا الأستاذ محمد الفايز اللي حيتكلم عن الوحدة، تقرير لفهد الغامدي وعبد الرحمن ناصر يتحدثون فيه عن وضع نادي الوحدة. الوحدة فريق استطاع أن يصنع لنفسه تاريخا زاهرا ويحصد العديد من الألقاب والإنجازات، وبتأسيسه عام 1366 المقعد الأخير في دوري الأضواء بنقطة واحدة لا تغني عنه شيئا بين الكبار. مستويات هزيلة وخسارة تلو الأخرى تشق طريق الفرصة نحو العودة للأولى. الكيان الوحدوي يجد نفسه خاويا بعد أن تخلى عنه الكثير من عشاقه ومحبيه، يقف في الميدان وحيدا بعد أن تخلى عنه رجالاته وتركوه يصارع مصيره الذي قد يعيده حيث كان في الموسم المصارع. في الماضي القريب اجتمع أمير مكة برجالات الوحدة اجتماعا بعث على التفاؤل في نفوس أبناء الكيان الأحمر، لكن تلك العهود التي قطعت في ذلك الاجتماع ذهبت في مهب الريح ليتفق رجالات الوحدة على ألا يتفقوا. فريق يقبع في المركز الأخير ونقطة واحدة لا تليق بذلك الاسم العريق، فمتى يعود محبي وعشاق الوحدة ليجتمع شتاتهم من جديد؟ وأين أبناء مكة ما يحدث داخل البيت الوحداوي؟ هل آن لرجالات الوحدة أن يتفقوا أم أن الوحدة سيظل كيانا ليس له من اسمه نصيب؟ يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان مفارقنا.
شكرا لفهد الغامدي وعبد الرحمن الناصر، تقرير جميل. سأذهب وشكرا طبعا لسعيد العمري برضو على تقرير نجران. اليوم نتكلم عن الوحدة مع محمد، لكن خلينا نشوف الآن رأي الجماهير، جماهير الوحدة وش قالت عن فريقها. تحسن كثير، لكن الهلال طبعا مو سهل، احنا فريق يعني قوي وطيب اللي جبنا واحد. والله شوف، هي مو حكايه حظ ولا حكايه شيء، حكايه لمسه خيره ما في. اللي شوف الوحده تلعب وتلعب وتلعب، لمسه خيره ما كذا كوره قدام الباب تضيع، بس ما تجي لمسه خيره وان شاء الله الوحده ترجع زي ما كانت. بس والله شوف الاداره محمل اي كل شيء، الجمهور بيحمل الاداره اي شيء. ونقطة واحدة عمرها ما صارت في تاريخ الوحدة، إنه 8 مباريات متتالية ورا بعض خسائر. إحنا بنحمل الإدارة ونطالبها إنها ترحل. في العناصر أول حاجة، الفترة الثانية لازم أجانب على مستوى عالي، بالإضافة إلى إعارة بعض اللعيبة من أندية ثانية اللي تقدر تشيل الفريق. هذا هو بس، ما في غير كذا. الإدارة أنا بقول كلمة واحدة لعلي داود، لو تحب الوحدة سيب الوحدة. مباشرة أذهب إلى محمد الفايز في ما تبقى من الوقت. محمد، أكيد جماهير الوحدة يعني كثير زعلانة ومضايقة من وضع الفريق، إيش اللي صاير في الوحدة بالضبط؟ مع بالرغم أن الوحدة واجهة أو كان لدي دعم قوي من أعضاء الشرف، أتكلم عن اللي ظاهر في الإعلام على الأقل، ما ندري وش اللي صار تحت، لكن بالرغم من ذلك كله لأنه نقطة واحدة وفي المركز الأخير، وضع جدا سيء للوحدة، وش الأسباب؟ طيب، أولا فريق الوحدة يعني وأوضاعه الآن الموجودة أو اللي قاعدين نعيشها يعني ما ترضي لا صديق ولا عدو ولا أي شخص من المنتسبين لنادي الوحدة. من المؤكد انه المباريات لم تكن يعني حتى تنال استحسان الجماهير الوحدوية او قبولها، ولكن الاكيد ان شاء الله يعني انا لن اتحدث عن الماضي، ولكن ان شاء الله انا اقول لك انه المستقبل ان شاء الله وبعد بداية ان شاء الله مرحلة التسجيل الثاني الشتوية، اتصور انه ان شاء الله الادارة واللجنة العليا والمحبين بنادي الوحدة عاقدين العزم إن شاء الله على استقطاب انتدابات جيدة، لاعبين أجانب جيدين، والظهور بمظهر إن شاء الله يكون لائق باسم الوحدة بإذن تعالى. طيب، ولكن الآن ما في رد حيلة، يعني الآن يعني هذه يعني أنا ما أقدر أنبش في الماضي لأنه أنا ما عشته ولا أعرف عنه شيء إيش الأسباب، إنما الحاضر الآن الحمد لله الآن وجود المدرب الأستاذ كابتن وجدي الصيد. النتائج اللي عملناها في الأربع الخمس مباريات الماضية رغم قوتها، النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، يعني هذه الأربع فرق القوية، الشباب، كل هذه لعبناها في الأسبوعين الماضية، هذه مباريات يعني قوية على الفريق الوحداوي. ينقص الفريق الوحداوي في عندنا لاعبين شباب يحتاجون إلى 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 التجربة وإلى الثقة في النفس. اتصور ان شاء الله انه بمجرد ما يعني ان شاء الله تبدا فتره التسجيل الثانيه، اتصور انه الفريق ان شاء الله حيظهر بشكل اخر ومغاير ان شاء الله. طيب، ويحقق الطموح باذن الله. طيب محمد، في ناس خذلوا وعدوا، انت قلت قبل شوي لجنه عليا واسماء، ومعروف طبعا الاسماء اللي كانت خلف الوحده واحد منها يكفي لان يجعل الوحده من افضل الفرق في السعوديه، واحد منها يعني طبعا ان شاء الله ما اكون ابالغ، ومع ذلك لا نشاهد الأثر الواضح على الفريق. هل هناك من خذل يعني وعد وخذل الوحداويين، خذل إدارة الوحدة أو تخلى عنها؟ وهنا أستشهد بحديث لمهند عسيري بعد أحد المباريات، بكل وضوح أرجو أن تكون مباشر أستاذ محمد. أيوة أيوة، أكيد أكيد أكيد. يعني الأستاذ علي لما جاء وعد من قبل أعضاء شرف عديدين في نادي الوحدة، ولكن يبدو لي انه الان اللي واقف مع الاستاذ علي مجموعه محدوده، يمكن الشيخ صالح كامل واللجنه العليا هم اللي واقفين معه،
البقية الحقيقة للأسف الشديد خذل الأستاذ علي في هذه المرحلة، ولكن إن شاء الله الأشياء القادمة إن شاء الله أنها تبشر بخير بإذن تعالى. طيب أبو نايف وش رأيك في الكلام اللي قاله؟ والله اللي سمعنا مهند عسيري قاعد يتكلم على صالح كامل، صحيح إنه ما يعني ما دفع لنادي الوحدة كما وعد. صالح كامل يعني لو يقف مع علي داود يعني تنتهي جميع المشاكل نادي الوحدة، ما شاء الله أظن يكفي يعني بصراحة. إيه يعني هذا أولا. ثانيا مشكلة نادي الوحدة في ليست إدارة علي داود، ولكنها بالإدارات السابقة التي باعت جميع لاعبي نادي الوحدة. ما بعنا بالكومل اليوم، يعني اللاعبين اللي تم بيع عقودهم إلى أندية أخرى أنا أعتقد كانت كفيلة بأن توصل الوحدة إلى الثانية أو الثالث في الدوري السعودي. طيب شو رأيك؟ شو السبب أنت برأيك؟ مادي ولا خبرة إدارية؟ لا هي استعجال، على استعجال كل واحد، كل رئيس يجي يبغى يرجع فلوس بسرعة، يتنازل عن عقد لاعب أو يبيع عقد لاعب. بس علي داود ما هو من يعني. لا أنا ما أقول أنا ما باع يعني. أنا قلت المشكلة من قبل. لا أتكلم عن الآن. الآن علي داود الآن يعني. بالنهاية ماله اللي يصبر على المواهب اللي عنده. طبعا منطقة مكة المكرمة الله يشرفها يعني زاخرة بالمواهب. نادي الوحدة لو قدر له أعضاء شرف محبين لنادي الوحدة من حب مكة المكرمة ومنطقة مكة، أنا أعتقد أنه ما احتاجت الوحدة أنها تبيع لاعبين، وكانت قادرة أنها تنافس حتى على بطولة الدوري. حقيقة الأسماء كبيرة جدا نادي الوحدة تم بيع عقودهم لمجرد المادة، وأصبح الآن نادي الوحدة كالعرجون القديم يعني خالي من المواهب، من حتى من المادة. ابتعاد رجالات مكة يعني، وهناك مطوفين في مكة لهم يعني عندهم ما شاء الله ثروات كبيرة. كنت أتمنى أنهم يقفوا مع نادي الوحدة. طيب محمد أسألك عن الوضع الحالي للفريق، هل هو نتاج لمثلا ترسبات سابقة لإدارات سابقة، مع العلم أن الوحدة الإدارة هذه السنة الثانية، أم أن الخبرة الإدارية خذلت الإدارة الحالية وارتكبوا بعض الأخطاء بسبب أنهم يعني تجربة جديدة في إدارة الأندية ولم يتعاملوا مع بعض الأمور بشكل جيد؟ أتحدث هنا عن عدم تعاقد مع محترفين جيدين، ما هو يعني الأربعة المتاح، ما عندكم إلا اثنين، المدرب إقالته في وسط الموسم أو استقالته، هذه الأشياء كلها أمور إدارية صحيح؟ لا شك. طيب هل نستطيع؟ بلا شك طبعا، يعني هي المشكلة. تفضل. عفوا، يعني المشكلة برمتها هي كلها فلوس. يعني أنت يعني أهم حاجة الدعم وأهم حاجة الفلوس. إذا في فلوس أنت تقدر تجيب يا راجل ميسي، تقدر تجيب نجوم العالم إذا عندك. طيب فلوس. أنت أستاذ محمد، أنت قلت قبل شوي وما أدري تصحح لي، أنت تقول إنه صالح كامل موجود مع الفريق ودعم الفريق. إذا كان صالح كامل حاله رجل الاسم المعروف، أظن أنه يعني ما أظن ممكن نتحدث عن مشكلة مادية في الوحدة. والله يا أنا ما أتصور أنه ولا في نادي في المملكة العربية السعودية واحد شخصية واحدة يعني تتحمل أعباء كل النادي، يعني استحالة ما نشوفها لا. والأستاذ صالح، الشيخ صالح جزاه الله خير، يعني الراجل دافع له في 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 سنة لا يقل عن 22 مليون، يعني سابقة في تاريخ النادي أنه واحد شخص يدفع 22 مليون في سنة. يعني كثر الله خير وجزا الله خير ما قصر، لكن المفترض أنه الأخوان الباقين أعضاء الشرف الداعمين يوقفوا مع النادي في طيب الفترة هذه. معلش أنا متأكد أنه إن شاء الله حنتجاوز المرحلة. أكد لي على ما أنت قلت، 22 مليون دفعها صالح كامل في هالسنة؟ اي والله في الحدود هذه 22 مليون او تجاوز. طيب 22 مليون. طيب عساف القرني وش ظروفه؟ يقولون انه الان بامكانه ان يوقع مع اي نادي اخر، ما تم التفاوض معه، لماذا برايك؟ لا، اللي حسب معلوماتي انه تم التفاوض بالفعل معه، ولكن يمكن الاداره مأجل الموضوع هذا و يعني واضعة في 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 أجندتها
يعني حساب عساف عساف لاعب كبير ونص الفريق على قولهم حارس المرمى نص الفريق. نعم. وبالتالي إن شاء الله إنه عساف سيبقى بإذن تعالى لاعب وحدوي بإذن. طيب. 22 مليون يقول. كثر خيره إذا صالح كامل دافع 22 مليون لنادي الوحدة هذا الموسم كثر الله خيره. ما تشيل الفريق هذه؟ تشيل الفريق ولكن هنا السؤال هنا رمى المسؤولية على علي داود. 22 مليون هذه وين راحت؟ ايش سويت في ال 22 مليون؟ لم نشاهد اثرها على ارض الواقع. طيب وش رايك يا محمد؟ يقول 22 مليون ما حد شاهد اثرها على ارض الواقع. لا يمكن عفوا يعني يمكن المصاريف النادي زي الغول يا راجل، يعني النادي انت تصرف في الشهر لا يقل عن 700 الف او مليون او تتجاوز المبلغ هذا. ولكن يعني ايضا الاستاذ علي اول ما طبعا من بدايه السنه طبعا كان في قدامه معوقات ديون وما ديون وعقود وتراكمات، يعني ما يعني كل المبلغ هذا ما كان يعني في 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 تهيئه للموسم هذا يعني. طيب. 20 مليون صحيح. اتخللوا سداد لبعض المستحقات الواجبه السداد على الفريق. طيب عموما ان شاء الله اللي نتمناه انه الوحده يعود لانهم الفريق اللي لهم يعني نكهة مميزة دائما في حضوره في الدوري. شاكرين لك حضورك معنا اليوم أستاذ محمد، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونتمنى نشوفك مرة ثانية معنا. شكرا للأستاذ محمد الفايز مدير الكرة في نادي الوحدة. شكرا لك محمد. أنا اللي أشكرك يا أبو تركي، والله أعطيك العافية ووفق إن شاء الله. شكرا أيضا لضيفنا الآخر الأستاذ توفيق الخليفة رئيس تحرير صحيفة الجماهير اللي قاعد على الهواء يغرد برضه في تويتر. لا ما غردت والله. لا كاشفينك والله. لا أنا مسوي ريتويت بس. والله جتني الآن رسائل يقول الرجل شغال على تويتر. لا 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 والله ريتويت بس. لا ثنتين أو ثلاث وتغريدة واحدة. شاكرين لك أبو نور. ألف شكر. يعطيك العافية. شكرا لزميلنا أيضا ريان زمزم اللي كان على تقرير الجماهير الوحدة. بكرة حنشوف جماهير الهلال بعد نهاية مباراة الهلال اللي وقفت وساندت الهلال. وأيضا سنتابع ردة فعل بعد مباراة التعاون والاتحاد من قبل الجماهير. تحيات فريق الإعداد اليوم معنا مدير التحرير عايض القحطاني ومحمد الثواب وسعيد العمري وسهل الغانمي برجس القحطاني معاذ الحميدي وجاب الحربي وعبد الرحمن الناصر. تحيات مخرجنا محمد البنيبض. غدا نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من الملعب. إلى اللقاء.